الاحتجاجيه استمرارا في الوقفات الاحتجاجيه اللي درنا. حنا عمال مستخدمو مستخدمات شركه فيداسوس، عرضنا لابشع صور من طرد تاع السوفي. حنا كنا خدامين تقطع علينا الضوء 19 ماي 2021، يومنا هذا راسلنا جميع الجهات المسؤوله لا مجيب. حنا كنناشدو صاحب الجلاله انه يتدخل في الملف ديالنا، لانه ملف فساد مالي محض، لان المستثمرين اجانب جاو وخداو ومشاو بحالهم هكا ما اعتبروناش، ومؤخرا جاو للمحكمه وداروا طلب بسحب الانفس ديالهم من السجل التجاري كمسيرين، وتم الموافقه على الطلب ديالهم، وبالفعل زالوا من السجل التجاري، ما بقاوش محسوبين. دابا شركه فيداسو شركه قائمه بذاتها ولكن بدون مسيرين ماليين. هذه الشركه كتعاني من هذه القضيه ديال ان غياب المسؤول المالي، ما كنعرفوش مع من نهضروا. حنا دابا الان كناشدوا صاحب الجلاله يدخل في الملف ديالنا، لانه مستثمرين اجانب، المسيرين كانوا مغاربه، نهار وليله ما بقينا نعرفوا حنا مع من خدامين، وسمحوا فينا وخلاونا. وشكرا على التدخل ديالكم. ولكن كنشوفوا بعض العمال ديالكم اللي خضعوا للشركه وانهم انسحبوا من هذا التمرد ديالكم ومشاو مخدمين بحالين معاهم، مخدمين في الشركه. لانها هي المسيرين اللي كانوا هنا، المسيره اللي كانت قديمه خدات الملفات ديالنا وكتخدمهم في شركات واحد اخرين هنا في المغرب، في الدار البيضاء وهنا في فاس. واش باسم الشركه؟ لا، داروا شركات جديده، داروا شركات جديده، وكانت عقود، كان هناك عروض ديال عقود عمل جديده على اساس اننا نتخلاو على الاقدميه ديالنا، لكن حنا مشبتين بالاقدميه ديالنا. وسمعت من الاخوان ولا الاخوات قالت بان هذه الشركه هذه ربما انه غادي تسد في شهر 6، واش هذه المعلومه صحيحه؟ ما عنديش انا علم بهذا. الناس ما نعرفش ربما انه باغيين يجمعوا المسائل ديالهم ويشوفوا ولا شي غير اشاعات. ما عرفتش تقدر تكون كما داروا لنا، حنا راه حنا كنا خدامين وما بين ليله وضحاها خداو لنا الملفات وقطعوا علينا الضوء وخلاونا جالسين بلا خدمه. يعني هاد المساله مطروحه يمكن لهم يديروها، شي حاجه اللي ماشي جديده عليهم. اخر رساله ديال كنطلب من صاحب الجلاله يتدخل في الموضوع ديالنا، لان هذا استهتار. كيف مستثمر اجنبي يجي يستثمر هنا لسنوات عديده ويسمح في العمال بهالطريقه ويمشي بحال هكا؟ فيها اهانه لا للكرامه ديال المواطنين ولا للقانون المغربي. ذكريني شحال دامت هذه الوقفه ديالكم؟ هذه الوقفه احنا من 19/5/2021 وحنا معتصمين هنا لغايه اليوم. لغايه اليوم. اليوم شحال احنا في الشهر؟ احنا شهر دابا 2/11 فيه ان شاء الله باذن الله. 2022. 2022. شكرا.